ضربه غير متوقعه من السيد ناصر بوريطه كتترجم لتحذير اوروبي الميليشيات البوليزاريو كيحبط الطموح ديالهم داخل القاره العجوز. اما روسيا اللي كانت كتحاول تنافس المبادره الاطلسيه كتفاجئ لا هي لا فرنسا برد افريقي مشترك لم يكن متوقع. هذه الاخبار الاولى اللي غنبداو بها الحلقه ديالنا. اما في الاخبار المواليه غادي نتحدثوا على مجموعه ديال الشاحنات تابعه لشركات مغربيه بقات عالقه في اسبانيا والسبب غريب جدا. اخيرا غنختموا الفيديو ديالنا بازمه الطماطم اللي الاسعار ديالها كتلتهب في المملكه المغربيه حمله مسعوره جديده داخل فرنسا في ظل صمت حكومي لا من جهه فرنسا لا من جهه المملكه المغربيه. هذه الاخبار ديالنا اليوم. الى كتمكنت المواضيع بقى معنا للاخر باش تعرف التفاصيل. متابعينا الكرام، زوار موقع المهاجر، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات مع سفيان المرزوقي. كما العادة أخبار حصرية ومتنوعة ديال آخر 24 ساعة اللي كنعيشوها. بدأوا على بركة الله الإخوان. أول شيء تحية كبيرة السيد ناصر بوريطة، بغيناها تنتشر يعني في تعاليقنا بالهاشتاغ باش توصل ليه. تحية كبيرة السيد ناصر بوريطة، أش درتي فيهم؟ أش درتي في ميليشيات البوليزاريو؟ كيفاش ترجمتي الكلام ديالك الحقيقة ديال أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس؟ واش بدات الجزائر كتحس بمغرب اليوم؟ واش بدات كتذوق الطعم ديال مغرب اليوم؟ علاش؟ لأنهم كانوا كيبخسوا من هذا الكلام هذا، لا هما لا المرتزقة لا كل من يعادي الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية، حتى بانوا جلدتنا اللي كيحسبوا راسهم طلعوا للقمر وهما مشاو غير للدول الأوروبية اللي راها كتعيش يعني صعوبات كثيرة، وبداو كيشوفوا في الناس بحال لا كيشوفوا في سكان الأرض، هما طلعوا للفضاء والناس كتبان لهم لتحت بحال الجراد بحال الدبان. فالنهار خرج السيد ناصر بوريطة وقال ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس، كل شيء بدا كيستهزاء هاللي بدا كي، لكن دابا كنظن انهم ذاقوا الطعم ديال شنو هي هذه الكلمات هذه، مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. هنا غادي نتحدثوا على واحد المكان اللي كانت كترتع فيه ميليشيات البوليزاريو. ميليشيات البوليزاريو كانت متعوده انها ترتع فيه، انها تخرج الكلمات اللي بغات، انها كل مره تخرج تعبر على اساس كتحسب نفسها دوله او لا كتحسب نفسها جمهوريه وهميه. فغادي يجيهم واحد الرد قاسي. هذا الرد القاسي من بعد غاش يجي غيجي من بعد التدخل ديال السيد ناصر بوريطة، غادي تجيهم مزيانه في هذا الوقت هذا. فهذا الشيء علاش كنتمنى ان كل الاخوان كلمه يعني اعتراف في حق هذا السيد هذا، بغيناها تنتشر في تعاليقنا بالاخص في هذه القناه هذه وفي قنوات اخرى اللي كتفرجوا فيها بطبيعه الحال، لان هذا السيد هذا فعلا عذبهم بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وهذه يعني توصيات ملكيه كما كنقولوا السياسه الرشيده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس تترجم على ارض الواقع. فاش وقع بالضبط؟ كانت يعني مباحثات جراها السيد ناصر بوريطة مع رئيس المجلس الوطني السويسري، من بعدها غتخرج سويسرا وغتعطي واحد الصفعه للجزائر والبوليزاريو. فاش كنهضروا على البوليزاريو الاخوان راه عمله واحده، راه ما كاينش شي حاجه سميتها البوليزاريو، ما كاينش شي حاجه سميتها الجمهوريه الصحراويه الوهميه، راه كاينه الجزائر، الجزائر اللي راها كتلقى في الصفعات من بعد ما تكشفت الحقيقه ديالها من استهداف الاشقاء في موريتانيا، من خلق الفتن في الجوار في مالي. عندنا خبر اخر ديال توحد ديال الدول الجوار ديال 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 ديال, ديال الجزائر، هو الخبر الثاني اللي غادي نتحدثوا عليه بطبيعه الحال، واللي غادي تكون كذلك صفعه قويه جدا ردا على كل من له اطماع في المنطقه، اولهم روسيا وثانيهم فرنسا. كل من كانت لديه اطماع في المنطقه دابا عاد غادي يعرفوا بان فعلا المملكه المغربيه اصبحت تتحكم في الحروب الاقتصاديه اللي دايره بالمنطقه كما قلنا سابقا المتابعين الكرام. فاش وقع الميليشيات البوليزاريو؟ كيفاش عذبهم السيد ناصر بوريطة؟ فعلا عذبهم وعذب الرعيه ديالهم. علاش؟ لانهما في الاول وفي الاخر شنو هي القيمه ديالهم؟ القيمه ديالهم هو انهم كينفذوا الاوامر ديال الجزائر. قال لك سيدي مخيمات الكرامه والعزه وما عرفتش داكشي، هذاك مخيمات الذل والعار اللي فيها من الجرائم ما يكفي، مخيمات اللي الرائحه ديالها بدات كتعطي يعني خارج الحدود. فصافطين داك المرتزق هذاك بتليفون مهرس جالس كيصور في يعني في المخيمات وقال لك مخيمات العز والكرامه، مخيمات العز والكرامه، هذاك هو العز والكرامه، هذيك هي الكرامه اللي كيعيش فيها الانسان فعلا. كرامه هي تعطي الانسان الكرامه ديالو، هي تحصيل اللاجئين، الى عندك شي لاجئين تعطي حق اللاجئ انه يخرج
خارج التراب ديالك، ماشي تحتاج الناس في الخيم واللي ما خضعش للمطالب ديالك تخرج تهلك فيه، ما عليناش. فجامعين بحال هاد بوكرافطه هذا، جامعين شي وحدين منهم وطالقينهم، يعني كيعطيوهم القيمه والشان باش يخرجوا يتحدثوا. لكن هاد المره هذه الصفعه كانت قويه عليهم بزاف، وجا يعني جات الضربه اللي كنا كننتظروها من شحال هذه الاخوان صراحه. هاد الضربه هذه كنا كننتظروها من شحال هذه. فاكدت وزاره الشؤون الخارجيه الاتحاديه لسويسرا انه لا وجود لتمثيليه رسميه لجبهه البوليزاريو لدى مكتب الامم المتحده بجنيف. يعني ما تبقاوش تحلوا فمكم بزاف وتقولوا التمثيليه ديال الجمهوريه الوهميه الصحراويه، ما كاين حتى شي حاجه سميتها هكا. كاينه المملكه المغربيه من طنجه حتى للقويره، واللي بغى شي حاجه مع ذاك الاقليم اللي تابع للمملكه المغربيه تحت السياده ديال المملكه المغربيه وتمارس حقها السيادي فوق الاقاليم ديالها، كيجي للمملكه المغربيه. لا اللي بغى يستثمر، ولا اللي بغى يستورد، ولا اللي بغى يمشي سياحه، ولا اللي بغى اي حاجه في ديك البلاصه هذيك. وجرب جرب خذ الطياره وسير دخل وغادي تشوف شنو هي هاد الجمهوريه الوهميه. غادي تلقى مغاربه اللي كيستقبلوك. لكن الا مشيتي للجزائر الجنوبيه في تندوف غادي تلقى ما يسمى بالبوليزاريو مدابزين مع الجزائر على ذاك القطعه ديال الارض، وباغيين دابا يستقروا فيها لان عرفوا بان الامور سيمات وتسقفات وما بقاش البنادم فين يتحرك. فهنا كما كيقولوا له المجلس الفيدرالي يعني الحكومة السويسرية لتكون بذلك قد نفت ما تحاول الجبهة الانفصالية ترويجهم من أن لها مكتب دبلوماسي معتمد في هذا البلد الأوروبي. في هذا الصدد شددت الوزارة في توضيح من خلال مذكرة شفوية موجهة إلى سفارة المملكة المغربية على أن مكتب جبهة البوليزاريو في جنيف لا يتمتع بأي امتياز أو حصانة في سويسرا. في هذا السياق أكدت الوزارة أنه تمت مجددا إثارة انتباه ما يسمى بممثل البوليزاريو جبت ليه لودن، وتم يعني التنبيه دياله في سويسرا بتجنب استخدام الأسماء والألقاب التي توحي بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتمثيلية رسمية للبوليزاريو، ويتعلق الأمر بتوضيح موجع للبوليزاريو. وجهتها وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية لسويسرا إثر محاولة ما يسمى بممثل بوليزاريو في سويسرا الذي زعم بأنه السفير الممثل لهذه الجبهة الانفصالية في هذا البلد ولدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. فدابا المملكة المغربية عندها وزن، عندها قيمة، وذاك الوزن هذاك كيترجم بهذه الطريقة هذه، ما كاينش اللي غادي يقدر يرد الكلمة المملكة المغربية. هادشي هذا باش من بعد اش غيجي؟ غيجي من بعد يعني مباحثات ثنائية ما بين رئيس المجلس الوطني السويسري والسيد ناصر بوريطة، اللي أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 بالرباط مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري إيريك نوسباومر. وقد تمحورت المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير سويسرا المعتمد بالرباط حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجال الدبلوماسي. إذن مدام سويسرا تطمح لهذا الأمر هذا، فالشرط غيكون هو تحذير ميليشيات البوليزاريو، تحذير ميليشيات البوليزاريو من أي تطاول، من أي تطاول على الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية. الحفاظ على العلاقات مع المملكة المغربية تمن ديالو هو هذا، هو تجنب المناورات الخبيثة. فذاك يعني التمثيلية اللي كانوا كيحاولوا يقولوا أن عندهم في سويسرا، ولا كل مرة يعني كيستدرجوا الدول لخلق أزمات مع المملكة المغربية من خلال صريحات ديالهم، هي غادية وكتقطع الطريق عليهم. وهذه من بين الانتصارات. كنظن أن الترجمة ديال المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، هي هذه، هذه الترجمة الحقيقية ديالها بدات كتبان، بدات كتوضح للعالم على أن فعلا مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. فدابا ما على البوليزاريو غير جمع راسها، راه ما كاين لا جمهورية وهمية لا حتى شي حاجة، مجرد وهم في وهم عيشتكم فيه الجزائر. حلمتوا واحد شي شوية، راه جا وقت الإفياق، خصكم تفيقوا من النعاس باش اللي كان داير شي حاجة ولا يمشي يتنقى، لأن النعسة ديالكم طولات 50 سنة، راه قربتوا توصلوا لأهل الكهف. ففيقوا شي شوية من السباس ديالكم وعاو معانا، عرفوا بأن راه ما كاين غير الحلم غير الأوهام، جالسين كيستهدفوا الأبناء ديالكم وكيصيفطوهم
للهلاك، انا كنهضر على المغرر بهم. اما المرتزقه راه باين شغلهم غاديين من اجل الاموال ديال الغاز اللي ما بقاش اصلا، راه ما كينتهي، ما بقى لا غاز لا شي حاجه، كل شيء غادي يصبح مجرد يعني اوهام في يد الجزائر تتبخر، والاحلام ديال المرتزقه تتبخر، والاحلام ديال المغرر بهم خصهم يفيقوا يقلبوا. دابا بغاو غير يخرجوا يعني من 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 يعني من الجحر ديالهم، بغاو غير يخرجوا من الجحر ديالهم من قلب يعني المخيمات، ما عارفينش كيفاش يديروا المغرر بهم. انا ما عمري شفت شي لاجئين ما من حقهمش يغادروا يعني الدولة اللي اختاروا يديروا فيها اللجوء. انا كنعرف اللجوء كيكون عندك باسبور خاص باللاجئ وكتجول به فين ما بغيتي ما عدا الدولة اللي هربتي منها وطلبتي اللجوء يعني بسببها فقط، وواحد المدة يعني كيدوزها اللاجئ هنا في اوروبا، ومن بعد كيعطيو له الجنسية نتاع البلد. ما هنا في اسبانيا مثلا اي لاجئ كيف ما بغى يكون على واحد المدة ديال 5 سنوات كيحصل على الجنسية ديالو. ندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام والمهم كذلك، مهم جدا. هنا صراحة الإخوان إلى عقلتوا هاد اليومين هادي كنا تحدثنا على أن روسيا جات بواحد المبادرة، مبادرة ديال منافسة المبادرة الأطلسية ديال المملكة المغربية. فمباشرة بعد هادشي هذا غادي نتفاجئوا برد إفريقي واضح. هذا الرد هذا إلى عقلتوا فاش تحدثت على روسيا وتحدثت على المبادرة ديالها، قلت خص إفريقيا تكون حذرة، لأن تغير يعني مستعمر بمستعمر آخر راه ما ربحتي والو، تغير فرنسا بروسيا راه روسيا غتدخل فيك بالطول وبالعرض، روسيا ما تحنلكش في الثروات ديالك. دابا عندنا اليقين الإخوان، عندنا اليقين لأن الدول الإفريقية تعي جيدا ما تريد وتعي جيدا ما هي مصالحها. إلى عقلتوا كنت قلت لكم أن مبادرة الأطلسي يستحيل أن روسيا تعرضها، علاش؟ إن إلا عرضتها قد تكون كتبين واحد الوجه اخر للدول الافريقيه. كيفاش هادشي هذا؟ نتوما باغيين المصالح ديالنا وما بغيتوناش نتحكموا في الثروات ديالنا، ما بغيتوناش نبيعوا ونشريوا الثروات ديالنا، باغيين نتحكموا فيهم نتوما. فبطبيعه الحال روسيا ما غاديش تقدر تعارض. علاش قلت لكم ان المبادره الاطلسيه احرجت كل القوى العظمى، كل من كان له اطماع في افريقيا. راه المغرب يعني التواجد ديالها في افريقيا كيحتم على المملكه المغربيه انها تدافع على المصالح الافريقيه، فالمملكه المغربيه كتدافع على المصالح الافريقيه، وهذا دفاع مشروع للمملكه المغربيه، من حقها تدافع على افريقيا. انتهى الامر. وبما ان المملكه المغربيه اصبح لديها كلمه مسموعه فيعني المبادرات ديالها تؤخذ بعين الاعتبار. فالمبادره ديال الاطلسي اللي جات بها المملكه المغربيه جات واجده المغرب، هاد المبادرة هادي خدم عليها سنوات الوراء، راه ماشي عاد دابا وجا قال الدول الساعة، لا، هذا مشروع استراتيجي جاي، يعني رؤية جاية منذ سنوات الوراء. الوقت اللي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس كيتنقل في افريقيا ويتنقل في دول العالم ويربط العلاقات ديال المملكة المغربية بباقي دول العالم وينفتح على اقتصادات جديدة، ذاك اللحظة هذيك راه كان مشروع جاي، كان كل شيء على الطاولة. فميناء الداخلة الذي سيبهر العالم ككل كان طرف في هذه المبادره هذه اللي جات بها المملكه المغربيه بالضبط في هذا الوقت. هذا حتى شي حاجه ما كتجي من فراغ، كل شيء جاي يعني بترتيبات وبعمل جيد. هذا العمل هذا فعلا نقدر نقول لكم ان هذه المبادره هذه عندها واحد الفضل كبير في اتحاد جديد نشا وتم الاعلان عنه في منطقه الساحل، اتحاد ديال دول الساحل اللي هما النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وهنا كنهضروا على اتحاد كونفدرالي يشكل تحالف اقتصادي وسياسي اقليمي. هذا الامر هذا فاجأ روسيا وفاجأ فرنسا، يعني فاجأ الشرق والغرب، كل من كان له اطماع في افريقيا. شنو هو اتحاد كونفدرالي؟ غيشكل تحالف اقتصادي وسياسي اقليمي. كنهضروا على تقريبا حكم جديد مشترك ما بين 3 ديال الدول، غيشكلوا قوة عظمى. على شكون اللي خلى المنطقة كلها كتعاني؟ هو فريق تسود، ديك فريق تسود ديال فرنسا انتهت. وما نستبعدوش تحالف جديد ما بين المملكة المغربية وموريتانيا، يقدر يكون جاي في الطريق. ما نستبعدوش ان موريتانيا تنضم للتحالف وينضم للمملكة المغربية، حتى شي حاجة ما كنستبعدوها. فغادي تفاجئ روسيا بهذا التحالف الجديد. أحبطت كل المناورات. إذا كان روسيا عند بالها غادي تقدر تحط يدها دابا على شي ثروات ديال هاد الجهة هادي، راها خاطئة. علاش؟ هاد الناس هادو
تعلموا من الاحتلال الفرنسي. دابا عاد نقدروا نقولوا نطمئنوا على هاد المنطقه هذه. علاش؟ لان التحركات ديال روسيا في المنطقه كانت مقلقه بصريح العباره. روسيا باغا المصالح ديالها، باغا المصالح. دابا روسيا على الاقل واخا ما تخرج يعني داك الشيء اللي بغات، على الاقل غتكون ضرات الغرب، ضرات الغرب اللي كان كيستنفع من هذه المنطقه هذه، وبالاخص اليورانيوم، اليورانيوم اللي نايض عليه مشاكل كبيره. فبعد انخلاطها في المبادرة الملكية لدول الساحل، النيجر، مالي وبوركينا فاسو تلتئم في اتحاد كونفدرالي يشكل تحالفا اقتصاديا وسياسيا اقليميا، بعدما اعلنت انخراطها رسميا في مبادرة الملك محمد السادس الدولية لضمان وصول دول منطقة الساحل الى المحيط الاطلسي. قررت سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو الالتئام في اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الافريقي. من المرتقب ان يكون المخاطب الجديد للمملكة بمعيه موريتانيا والتشاد. علاش قلت لكم الاخوان ما استبعدش نهائيا اي امر، اي اتحاد جديد دخل فيه المملكه المغربيه. المملكه المغربيه حريصه فعلا تنتظر عده امور تقاد في المنطقه. هناك حرب اقتصاديه شرسه، المملكه المغربيه يعني تحاول اخراج افريقيا باقل الخسائر. وهنا الى قلنا المبادره الاطلسيه هي سل الشوكة بلا دم، كيف ما كنقولوا المملكه المغربيه سلت الشوكة بلا دم. حرجت فرنسا من جهه، وداك التدخلات الفرنسيه الغير مقبوله اللي كانت لحقا انقلاب هنا، لحقا انقلاب لهنا، لحقا خصكم تديروا، لحقا نفرض عليكم محمد بازوم، لحقا نفرض عليكم مالي الحكم ماشي ديمقراطي، لا بحق. الضربه القاضيه جات من السنغال الاخوان، هو ان ما كاين لا انقلاب لا والو. الناس فهموا ريوسهم، السيد ماركي صال فهم راسه، وخوا تيران تماك فرنسا عرفت ان الامور ما غادياش بالطريقه اللي كانت كتصور، انها تجي تحكم في الدول حقا بحكم ان هناك حكم ديكتاتور، ولا ان هناك ديكتاتوريه، ولا ان انقلاب غير ديمقراطي وقع في واحد الجهه، راه غادي نصيفط انا السلطات، نصيفط القوات العسكريه ديالي باش نتحكم في داك الجهه هذيك حقا، وباش نسيطر على داك الجهه هذيك ونسيطر على الثروات ديالهم حقا، راني كنحميهم من الارهاب. وبالتالي شنو وقع؟ تشتيت المنطقه، تشتيت المنطقه ككل. لقاو الناس الدوله ديال الدول ديالهم كتغرق، فرنسا كتنهب، وكانها عارفه راسها ما غاديش تطول تماك، كتجر اكبر عدد ديال الثروات يمكن لها تجرو، والدول ديالهم كتغرق يعني واحده تلو الاخرى. فاقوا فاقوا، الناس فاقت، الناس فاقت. مادام الاتحاد راه الاتحاد قوه، شكون اللي شتت الدول هادو؟ كون كانوا الجيران ديالنا حنايا فايقين واحد شي شويه وعايقين، كانوا غادي يجيو كيجريو عند الجوار ديالهم. شوف السنغال، السنغال رغم الخلاف اللي كان ما بين السنغال وموريتانيا، رغم الخلاف رغم كل شيء، السيد طلع للحكم، اول دوله غيزورها هي موريتانيا، انتهى الامر. فرنسا بقات كتفنك. حنايا صاحب جلاله الملك محمد السادس مد يدو غير ما مره، والو مع من تتحدث، ولكن مع من كتهضر؟ كتهضر مع فرنسا، ما كتهضرش مع راه. واش كون كان عندهم سيطره على الدوله ديالهم، اول حاجه غتفكر فيها هي انك تحافظ على الجوار ديالك من اجل النماء ديال الشعب ديالك. تبقى تدبر في اسباب، لا حق اسرائيل، لا جبتوا لنا اسرائيل المنطقه، لا درتوا لنا قواعد عسكريه والقطاع تبعهم، لا راه عندهم الحق، لا راه حنا عندنا خطر حق في الغرب ديالنا. المملكه المغربيه مدات كيدها مرارا وتكرارا، كتقول لك فين هو هذا الخطر؟ المغرب دوله مسالمه، عمرها ما فكرات في الحرب ولا الخوض في حرب. جالسين كيكذبوا على الشعوب ديالهم، وجالسين كيوهموا في الشعوب ديالهم ان هناك حق استهداف، حق اسرائيل، حق ما عرفت شنو، حق. المملكه المغربيه ما عمرها فكرت انها تدخل في حروب ولا تدخل في مواجهات عسكريه. والحدود الساعه مازال المملكه المغربيه كتحافظ على الرزانه ديالها، استهدفات الوحده الترابيه ديال المغرب، استهدفات يعني بامور عدائيه، تورطات الجزائر، متورطه الجزائر في استعمال وبيع الاسلحه واقتناء الاسلحه الميليشيات البوليزاريو. ورغم عن كل ذلك المغرب محكم العقل، محكم العقل باش ما ينولش فرنسا الغرض الحقيقي ديالها والاساسي ديالها، ويجاري رغم عن ذلك المغرب، المملكه المغربيه تجاري فرنسا، ما زالت لحد الساعه تجاري فرنسا. فاصدرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر بلاغا مشتركا من العاصمه نيامي تعلن فيه عن انشاء اتحاد تحالف دول الساحل الذي سيتم الامضاء عليه في القمه المقبله لرؤساء الدول الثلاث، مشيره الى ان معاهده اتحاد تحالف دول الساحل اصبح جاهزا ينتظر توقيع الرؤساء، ولن يتم الكشف عن محتواه قبل تقديمه الى رؤساء الدول لاعتماده في القمه المقبله والتي لم يتم تحديد تاريخها. هنا غادي تكون مفاجاه، منين غيتقدم هذا التحالف هذا غتكون مفاجاه يعني لكل من كان له اطماع في المنطقه. ولم
تكشف الدول الثلاثة عن تفاصيل إنشاء هذا الاتحاد أو ماذا تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في مكافحتها، ولوقف معركة مستمرة منذ عقد من مع متمردين متشددين أدى لزعزعة استقرار المنطقة ككل، بيد أنها أكدت التزامها المضي في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث، قوة مشتركة لدول الساحل. قوة مشتركة لدول الساحل. من شأن هذا التحالف الجديد أن يعبي الطريق أمام تنزيل أسرع للمبادرة المغربية الاستراتيجية تجاه دول الساحل الرامية لتحقيق التقارب السياسي والاقتصادي المشترك التي أعلن عنها الملك محمد السادس شهر دجنبر الماضي، سيما بعدما أبدت دول هذا التحالف استعدادها التام لمباشرة التنزيل الفعلي للمقترح على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي ببنغول، والتي كانت مناسبة لعقد اجتماعات ثنائية بهذا الخصوص وإبداء ارتياح مهم سيتوج باجتماع رفيع المستوى تحتضنه المملكة في الأسابيع المقبلة. فتصور معي أن المبادرة اللي جات بها روسيا لمنافسة المبادرة الأطلسية لم يتم الاهتمام بها تماما، ذاك خط السكك الحديدية اللي تربط غينيا بيساو بهذه الدول هذه، كما قلنا لكم سابقا متابعينا الكرام ان دول الساحل بدات كتشوف امام الاعين ديالها فقط المبادره الاطلسيه. هادشي هذا اللي زاد شجع هذا الحلف هذا اللي تكون، وقول الجزائر دابا تقرب من شي دوله من هاد الدول هذه، يا النيجر يا بوركينا فاسو يا مالي، غادي تلقى قوه عسكريه مشتركه كتحارب، انتهى الامر. واللي قاس مالي بحال اللي قاس بوركينا فاسو بحال اللي قاس النيجر، هذا هو اللي كانت خايفه منه فرنسا، هو التحالف، هو يعني القوه في التحالف، القوه ديال التحالف اننا نحميو نفسنا بنفسنا، ما محتاجينش حنا الجيش ديال فرنسا يجي يدور لينا تماك بالسلاح ويزيد يرول لنا البلاد وفي الاخر ما نديو منه والو، ما محتاجينش الفاغنر اللي راه جالسه كتجند في المرتزقه ديال البوليزاريو يعني يوما بعد اخر، وتنشر لنا يعني الفتنه في المنطقه باش روسيا تاخذ المصالح ديالها، باش روسيا تجي حتى هي تحقها كما دارت فرنسا، باش غادي تبدل؟ غتبدل الشرق بالغرب، غتبدل روسيا فرنسا بروسيا، كما كانت اش دارت روسيا مباشره جابت لك المرتزقه ديال فاغنر، جابت لك العسكر ديالها بداو كيساهموا كيستهدفوا وكيتحرشوا بموريتانيا، وشكون كيتحرش بموريتانيا؟ ميليشيات البوليزاريو، ايه فاغنر كتسلح ميليشيات البوليزاريو كما تحدثنا سابقا. فصراحه الاخوان الامور بدات كتبان وبدات كتوضح اكثر، وهذا دليل على ان المملكه المغربيه اصبحت قوه اقليميه تتحكم في الحروب الاقتصاديه في المنطقه، تتحكم في كيفيه يعني حمايه المنطقه ككل من اطماع الخارجيه، اطماع خارجيه خبيثه، حرب اقتصاديه شرسه نايضة على المنطقه. فالمملكه المغربيه بهذه المبادره هذه قدرت تحرجهم كاملين، تحرجوا كاملين، لا الغرب لا الشرق، ما لقاوش كيفاش يزيدوا. افريقيا هي المستقبل، لكن افريقيا ما جاتش تكون هي المستقبل ويستنفعوا من الثروات ديالها، والشعوب ديالها كتموت في البحر، كتموت في البحر يعني من اجل الهجره لاوروبا باش تشوف الثروات ديالها كيتمتعوا بها الاوروبيين وتماس عليهم جميع انواع العنصريه. فحشومه هذا الشيء هذا اعيب. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت من جانبها عن قرب موعد انتقال مجموعة دول الساحل وموريتانيا إلى مرحلة التطبيق العملي للمبادرة الاستراتيجية الأطلسية، الأمر كذلك كنا تحدثنا عليه، مشيرة على لسان وزير خارجيتها كاراموكو جان ماري تراوري إلى أن خبراء البلاد جاهزون تماما لمرحلة التفعيل، حيث جرى تداول هذا الموضوع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرابع من ماي الجاري ببنغول على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخبره باستعداد بلاده التام للمشاركة في المبادرة وإطلاقها في أقرب الآجال. وأكد المسؤول الدبلوماسي البوركينابي أنه اتفق مع شركاء بلاده من دول الساحل ونظيره المغربي ناصر بوريطة على عقد اجتماع لتحديد معالم المبادرة في أقرب وقت، موردا أن بلده غير الساحلي رحب منذ البداية بالمبادرة الملكية التي تمنح دول الساحل فرصة الولوج إلى المحيط الأطلسي، وأن العمل على مختلف الأصعدة متواصل لتفعيل هذه المبادرة الذي سيتم الكشف عن ملامحها التقنية قريبا، حتى يتبين للجميع أنها لا تتوقف على الولوج المادي إلى المحيط الأطلسي فقط، بل إنها أكثر من ذلك بكثير، ستنقل اقتصادات دول المنطقة من المحلية إلى العالمية، وغادي تحرج كل من كان يريد نهب الثروات الإفريقية. ندوزو الأخبار الموالية متابعينا الكرام، هنا غادي ندوزو الأمر غريب جدا، وقع في إسبانيا شاحنات ديال شركات مغربية
أصبحت يعني مرمية في إسبانيا. السبب غريب جدا، أنا الحدود الساعة الإخوان ما فهمتش هذا السبب هذا، كيفاش وقع هذا الشيء هذا؟ كيفاش وقع؟ لأن هذا الشيء هذا راه ممنوع تماما، والقانون المغربي خصو يعاقب عليه. فشاحنات مغربية تجرات في إسبانيا، شنو هو السبب؟ السبب هو بكل بساطة سائقون مغاربة كانوا كيشتغلوا مع شركات مغربية، مباشرة من بعد ما تم يعني اعتماد رخصة السياقة المغربية ديال الشاحنات في إسبانيا، جاو قال لك سيدي وخداو عقود عمل وحبسوا الشاحنات وخلاوهم وزادوا. غتقول لي يصيفطوا ناس اخرين يردوا داك الشاحنات، ما يمكنش، خص السائق اللي جاب الشاحنة هو اللي يردها. انا الحاجة الوحيدة اللي ما تفهمتليش هو ان العقد ديال العمل الا كان فعلا جرى ما بين شركة إسبانيا وما بين مواطن مغربي، خص المواطن المغربي يرجع يجيب العقد من المغرب، ماشي يتم يعني التعاقد معاه هنا. علاش؟ لانه مواطن غير مقيم. ما عدا اذا كان المواطن اللي جاب الشاحنه واللي كيشتغل في النقل الدولي جاب الشاحنه من المغرب، ديجا عنده يعني الاقامه الاسبانيه او الاقامه ديال احد الدول الاوروبيه. هنا غادي نرجعوا لواحد التناقض اخر، هو ان ذاك السائق اللي عنده الاقامه ما يمكنلوش يسوق بالبيرمي ديال المملكه المغربيه هنا، ما يمكنلوش لان عنده الاقامه هنا. فداك الاستثناء اللي كان ديال السائقين المهنيين المغاربه اللي كيدخلوا برخص السياقه، فصراحه انا الامر ما تفهم لياش كيفاش هاد الناس هادو سمحوا بالشاحنات، وما الشاحنات راهم كاينين وكاين معطيات يعني كتكشف عن مواجهه شركات مغربيه للنقل الطرقي مشاكل قانونيه مع السلطات الاسبانيه بسبب ترك سائقين مغاربه شاحنات مملوكه لهذه الشركات مهجوره في مناطق متفرقه من اسبانيا. صراحه الاخوان اللي فهم شي حاجه واللي كان عنده شي معلومه على هذا الموضوع هذا يخلي لنا في التعليق باش ينورنا معه. فعقب تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقه المهنيه بين الرباط ومدريد في مارس الماضي وحصول هؤلاء السائقين على عقود عمل مع شركات في الجاره الشماليه باجور مغربيه، وأفادت المعطيات ذاتها بأن السلطات الإسبانية رفضت تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية المالكة لها إلا بحضور سائقين الذين قادوها إلى إسبانيا، موضحة أن هذا الأمر جعل هذه الشركات عالقة في مشاكل قانونية وحرمها من استغلال مركباتها وكبدها خسائر مالية مهمة مع زبنائها، إذ ترتبط معهم بعقود نقل ومسؤولية عن سلامة السلع والمنقولات، مشددة على أن تفعيل تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين البلدين تسبب في مجموعة من المشاكل الناقلين المغاربة الذين فقدوا عددا مهما من السائقين ذوي الخبرة بسبب إغراءات الشركات الإسبانية. وأكد عامر زغينو رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أن شركات النقل الطرقي الدولي بالمغرب تواجه مشاكل خطيرة تضر بمصالحها التشغيلية والتعاقدية مع الزبناء، مريدا أن السائقين المغاربة يعانون مع مشغليهم من أجل الحصول على تأشيرات من المصالح القنصليه التابعه لسفارتي فرنسا واسبانيا بالمملكه، اذ يستغرق الموعد من اجل تقديم طلب الفيزا ازيد من شهرين. يعني حتى واخا تلقى سائق ما غاديش تلقى له التاشيره، وغتبقى كتعاين باش تجيب له التاشيره، وما كاينش المواعيد في القنصليات، وما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش. اضف الى ذلك من بين المعاناه اللي كيعانيوها الشركات المغربيه ديال النقل هو ان مره اخرى غادي ترجع فرنسا استهداف الطماطم المغربيه، الطماطم المغربيه اللي ارتفعت الاسعار ديالها في هذه اللحظات هذه ديال الصيف اللي كيحتاجها الشعب المغربي، طلعت من 4 دراهم 5 دراهم 10 دراهم 12 درهم 13 درهم. كنتمنى الاخوان يكذبوني الا كنت كنقول شي حاجه ما كايناش، لانني في الاول وفي الاخر ما كنعيش في المملكه المغربيه. الا كان شي واحد يعني كيشوف ان هذه الاثمنه اللي قلت لان هذا الشيء هذا كامل كناخذوه من التعاليق ديالكم ومن بعض الناس اللي كيعيشوا في المملكه المغربيه، الا كانت هذه الاثمنه هذه مبالغ فيها فجاوبونا الاخوان في التعاليق من فضلكم، واكدوا لنا ان الامر مخالف. من بعد يعني عوده التصدير لافريقيا، من بعد الامر ديال موريتانيا من خفض الرسوم الجمركيه اللي اعتمدت سابقا واللي فرح المغاربه ككل، رجعات الطماطم تشتعل. لكن الغريب في الامر والمشكل هو ان الفرنسيون يهاجمون الطماطم المغربيه في ظل صمت حكومي لا من الجهه المغربيه ولا من الجهه الفرنسيه. قال لك سيدي حسن العلاقات وفرنسا تطمح لعلاقات جيده مع المغرب وهلم مجرى من الحديث وحنا خوت وحنا اخوه وغادي نرجعوا العلاقات وغادي نديروا غادي نديروا غادي نديروا، ولكن شكون غيستنكر هذا الشيء هذا اللي كيوقع في فرنسا؟ فأدانت الكونفدراليه المغربيه للفلاحه والتنميه القرويه كومادير هي التي تدين الهجمات المتعدده التي تعرضت لها الطماطم المغربيه
منتصف الأسبوع الجاري بمدينة برينيان الفرنسية من قبل مجموعة من المتظاهرين، يعني مجموعة من المتظاهرين مرة أخرى يعودون لمهاجمة الطماطم المغربية اللي يحتاجها الشعب المغربي. واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الأعمال التي تم شنها غير مفهومة، مستنكرة عدم صرامة السلطات الفرنسية المختصة في مواجهة التضاعف المقلق للهجمات المستمرة ضد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي. وحسب المصدر فإن المتظاهرين تم دفعهم من قبل بعض التنظيمات الفلاحية الفرنسية وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية لمنتجي الفواكه والخضروات. بطبيعة الحال إخوان، هذا أمر غير مقبول، وكنتمناو أن السلطات المغربية تهتم بالمنتوجات المغربية، وكنتمناو أن هاد المصدرين هادو يقطعوا التصدير باش هاد الناس هادو يعرفوا الأهمية ديال هاد المنتوجات المغربية ويخليو ترخف القضية شوية على الشعب المغربي. هذه الأخبار ديالنا اليوم متابعينا الكرام، نتمنى تكون لقاتكم شباب بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كنشكركم على حسن المتابعة، الاهتمام ديالكم، على الدعم ديالكم المتواصل لقناتنا. نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور، تكونوا دائما في أحسن الأحوال. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.